السلام عليكم، معك عبد الله المله. اليوم حاب اعطيكم فكره عن خدمه ايداع الشيكات من خلال اجهزه الصراف الالي لكيوم بي. من خلال الجهاز بامكان عميل كيوم بي من ايداع الشيكات من غير الحاجه لادخال البطاقه. كل اللي عليك انك تتبع المعلومات الموجوده في الشاشه لاكمال عمليه الايداع. بعد ما تضغط على الشاشه راح يطلع لك خيار ايداع الشيكات. بعدها راح يطلب منك ادخال رقم الحساب المستفيد. بعدها راح يطلب منك ادخال مبلغ الشيك. بعدها راح يطلب منك ادخال رقم البطاقه الشخصيه. بعد راح يطلب منك تأكيد المعلومات وادخال تاريخ الشيك. بعد راح يطلب منك تأكد من إيداع الشيك. بعد إتمام عملية الإيداع بنجاح، الشيك راح يتم إيداعه في حسابك خلال يوم أو يومين عمل. الجهاز أيضا يقبل شيكات كيوم بي أو بنوك أخرى.